خلونا دلوقتي ميعادنا مع البورصة ونتعرف على مؤشرات البورصة اليوم، ولكن ده من خلال زميلنا مينا بشرى. صباح الخير يا مينا. نعم يا دينا، يعني اليوم مؤشرات البورصة المصرية شهدت حالة من التذبذب ما بين التراجع أو الأداء المتراجع للمؤشرات خلال بداية التعاملات، ولكن خلال منتصف الجلسة عاد المؤشر الرئيسي إلى المنطقة الخضراء، ولكن بمرور الجلسة وبختام التعاملات عادت جميع المؤشرات مرة أخرى إلى الهبوط، وده كان نتيجة للعمليات البيعية اليوم من قبل المتعاملين الأجانب والمؤسسات، وكمان التراجع من جانب بعض الأسهم القيادية. هنتابع مع بعض في البداية أداء المؤشرات من على الشاشة الرئيسية الموجودة داخل قاعة التداول. هنلاقي ان المؤشر الرئيسي مؤشر اي جي اكس 30 سجل مستوى 10274 نقطة، وده بنسبة تراجع بحوالي 30%. اما بالنسبة للمؤشر الثاني والخاص بالاسهم الصغيرة والمتوسطة مؤشر اي جي اكس 70 تراجع بنسبة 61%، علشان يسجل مستوى 2319 نقطة، وده نتيجة للعمليات البيعية من جانب صغار المتعاملين. اما بالنسبة للمؤشر الاوسع نطاقا مؤشر اي جي اكس 100 تراجع بنسبة 73%، علشان يسجل مستوى 3278 نقطة عند ختام تعاملات اليوم. أما بالنسبة بعد كده لفئات المتعاملين من مصريين وعرب وأجانب، فالبداية مع المتعاملين المصريين. نسبة الاستحواذ اليوم سجلت 87% في مقابل 3% للعرب و10% للمتعاملين الأجانب. أما بالنسبة لأداء الأفراد والمؤسسات، فنسبة استحواذ المؤسسات سجلت 72% في مقابل 28% للأفراد. أخيرا بالنسبة لأداء القطاعات اليوم وأنشطها من حيث قيم التداول، ففي المرتبة الأولى جاء قطاع العقارات، يليه قطاع الخدمات مالية غير مصرفية، في المرتبة الثالثة قطاع موارد أساسية، قطاع البنوك في المرتبة الرابعة، وقطاع الأغذية والمشروبات في المرتبة الخامسة. دي كانت أبرز التفاصيل والأرقام المتعلقة بجلسة التداول اليوم، ولكن نظرة تحليلية على أداء المؤشرات. بينضم معنا على الهواء مباشرة الأستاذ مينا رفيق خبير أسواق المال. أستاذ مينا، في البداية برحب بحضرتك معنا. بداية تعقيبك على أداء مؤشرات البورصة المصرية وأسباب هذا الأداء المتذبذب للمؤشرات، وخاصة للمؤشر الرئيسي ما بين التعاملات الصباحية ومنتصف الجلسة ثم العودة إلى الهبوط بختام التعاملات. صباح الخير. طبعا يمكن احنا في خلال التعاملات النهارده شفنا اداء متباين في اول الجلسه، لكن في الاخر انتهى بتراجعات على كلا المؤشرين. يمكن احنا دايما بنتكلم ان وضع مؤشر اي جي اكس 30 مختلف عن وضع مؤشر اي جي اكس 70. مؤشر اي جي اكس 70 يمكن هو قريب من مستويات قياسيه اللي جابها قبل كده اللي هي 2475، فابتدى يحصل فيه بعض من انواع الويكنس او الضعف زي بقيه المؤشرات العالمية. مؤشر اي جي اكس 30 هو يعتبر بمثابة، يعني احنا لسه في مرحلة التجميع، فطبيعي جدا ان بيحصل عمليات جني ارباح بعد، خصوصا ان احنا يمكن خلال الايام الماضية احنا وصلنا لمستويات تحت ال 10000، كنا وصلنا لمستويات 9800، فطبيعي مع عمليات ريباوند لازم بيحصل عملية جني ارباح. ممكن يختبر المؤشر نقط دعم ويبتدي ان هو يجمع منها وباذن الله يعود صعود. النهارده يمكن من الحاجات اللي اثرت على مؤشر اي جي اكس 30 يمكن كان في بعض الضغوط البيعيه على بعض الاسهم القياديه في قطاع الموارد الاساسيه، هي دي اللي اثرت بالسلب على المؤشر بتاع اي جي اكس 30. اما عن بقيه القطاعات فيمكن احنا زي ما حضرتك وضحت ان دايما قطاع العقارات هو اللي بيستحوذ على التعاملات، وده ناتج عن ان الاسعار بتاعه الاسهم دايما بتاعه القطاع العقاري بتتداول باسعار غير، يعني لا بتعكس الحجم الاراضي اللي عندها، ما بتعكسش الفرص الاستثماريه فيها جيده جدا. طبعا قطاع الخدمات الماليه غير المصرفيه ايضا المفروض ان هو كان يستفاد الفتره ديت من عوده نشاط تاني. كل دي عوامل بتدفع اكتر ان القطاعين دول دايما بيلاقوا الملاذ الامن او للمستثمرين. طيب بالنسبه للمؤشر الرئيسي احنا تابعنا الصعود تقريبا على مدار اربع جلسات متتاليه، اما كنا عند 9800 زي ما حضرتك ذكرت وصلنا لل 10300، بعد كده تعرض لجني ارباح يمكن طفيف والنهارده حاول يختبر او يستقر عند مستوى ال 10300. المتوقع بعد كده، هل يعني جني الارباح الطفيف النهارده بكره ممكن يستكمل رحله الصعود، ولا ممكن نلاقي استقر شويه عند الاتجاه العرضي ما بين محاوله الاختبار 300 ثم العوده ادنى المستوى ده؟ هو من الناحيه الفنيه هو عنده مستوى ال 10100 10000 اصبح نقطه دعم رئيسيه، المفروض ان هو ممكن يختبرها. انما برضو في بعض الاسهم
في المؤشر ممكن ان هي تساعد على العودة السريعة للارتفاعات. يمكن النهاردة شفنا مثلا في قطاع الاتصالات كان في بعض الاسهم برضو ما كانتش الفترة اللي فاتت بتعكس اداء الشركات اللي فيها دي، برضو ممكن تساعد شوية مؤشر اي جي اكس 30 ان هو يعاود الصعود مرة اخرى من المستويات الدعم بسرعة. طب ايه تعقيب حضرتك على اتجاهات الافراد والمؤسسات تحديدا خلال الفترة الحالية؟ طبعا للاسف احنا دايما اتكلمنا ان هو المؤسسات بقى لها فترة تداولاتها في سوق الاسهم ضعيفة، يعني نسبة حجم استثماراتهم في السوق أو التداولات عفوا بتبقى لا تتجاوز 30%. ده طبعا ناتج عن كذا حاجة يمكن اتكلمنا فيها قبل كده، ان هو تراجع الوزن النسبي في مؤشر مورجان ستانلي، فده طبعا خلى المؤشرات اكتر ان هي تتباعد. احنا اليومين الجايين المفروض مترقبين ان في طروحات حكوميه، يمكن السيد وزير قطاع الاعمال كان صرح ان هو في طروحات جايه من ينضمها يمكن النادي المحله. الحاجات ديت اعتقد ان هي هتساعد شويه ان احنا نرفع القيمه السوقيه وان احنا نعاود تاني وزننا النسبي في مؤشر. نعم، أستاذ مينا رفيق خبير أسواق المال، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. ومشاهدينا تابعنا مع حضرتكم من داخل قاعة التداول أداء جلسة اليوم، أبرز المؤشرات وتحركاتها وأيضا نظرة تحليلية سريعة على أداء المؤشرات. في النهاية بنشكركم على طيب المتابعة وعودة إليك دينا مرة أخرى. شكرا لك يا مينا بشرى ولضيفك الكريم.